أجلت محاكم الجور الخليفية اليوم جلسة محاكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وحتى أواخر شهر أكتوبر المقبل. تأجيل يأتي بعد رفض الشيخ الاعتراف بمحاكم آل خليفة التي لم يجني كل من لجأ إليها سوى الخيبة والخسران. محكمة باطلة دستوريا وشرعيا، وهي بائسة لا قيمة لها ولا أساس لها ولا اعتبار لها أبدا. ويأتي التأجيل أيضا في ظل مرابطة سطر فيها البحرانيون أروع ملاحم الصمود خلال 100 يوم من الاعتصام أمام منزل الشيخ في الدراز، ولم تنجح أساليب النظام الترهيبية في ثني البحرانيين عن الدفاع عن وجودهم الذي يريد الخليفيون استئصاله. ما هذه الديمقراطية التي لا تعطي حق إبداء الرأي إلا للحكومة؟ صمود وصرخات تشق عنان السماء منادية بسقوط الطغمة الخليفية في وقت خرست فيه ألسن سياسيين عن النطق، وكانت من قبل تلعلع في دنيا التنظير والدفاع عن الحقوق. قائد سياسي وقائد روحي وقائد ديني وفقيه، عيب إن ما نشوف وجوه من المفترض إن نشوفها واقفة هناك تتضامن بغض النظر عن النتيجة السياسية. الشيخ ما يستاهل يعني